وبركاته من الآن وإلى الأبد أمين. إنجيل النهاردة من رسالة معلمنا، من بشارة معلمنا يوحنا البشير، الإصحاح العاشر من العدد 1 للعدد 16، بيتكلم عن الراعي الصالح. ودايما زي ما قال لنا الكتاب عن أبونا السماوي، كان يقول يصنع خير الراعي الصالح. ومن ضمن الحاجة اللي اتقرت في الإنجيل بيقول لنا يعرف رعيته ورعيته تتبعه. كتاب بيقول لنا كده، خرافه تسمع صوته فيدعو خرافه في أسماء ويخرجها. إذا أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته. اللي بيعرف صوت ربنا يمشي وراه، اللي بيعرف صوت ربنا مننا يعرف يميز ويمشي وراء أبوه. اللي تايه عنه الصوت غريب. عشان كده إذا كان ربنا يعرف خاصته وخاصته تعرفه، أو يعرف خرافه وخرافه يعرفوه، طب اللي ما بيعرفش ربنا يبقى ضمن إيه؟ اللي مش بيعرف ربنا يبقى مش ضمن القطيع. عشان كده في التبعية، عشان أتبع أبويا وأعرفه، في حاجات كتير بتحشني عن إن أنا أعرف أبويا. في حاجات كتير في العالم تخليني مش عارف صوت ربنا. في حاجات كتير في العالم بتخليني فاقد هذا الحب. نمرة واحد تخليني ما اعرفش صوت ابويا ان انا مش بحبه قوي. محبته مش كافية جواي. اول حاجة ان انا مش حابب ربنا بقدر ما بحب الباقي. عشان كده مرة من المرات سيد المسيح بيسأل بطرس، بقول له يا بطرس أتحبني أكثر من هؤلاء؟ سأله 3 مرات، مرة أتحبني، تاني مرة، تالت مرة بقول له أتحبني أكثر ولا محبتي زي دول؟ إذا كنت بتحب قنية، بتحب عالم، بتحب منظر، بتحب شهوة، بتحب خطية، أنت بتحب مين أكتر؟ إذا كانت الخطية فصلاك عني، بتحب ولادك اكتر مني؟ بتحب الناس اكتر مني؟ بتحب مين اكتر من ربنا؟ عشان كده السؤال اتحبني اكثر من هؤلاء. لو المحبة بتاعت ربنا قد محبة حد تاني يبقى لا يستحقني، لان محبة ربنا المفروض تفوز وتفوق محبة الولاد والأسرة والبيت والنفس وكل حاجة. يما تبقى محبة ربنا أقل يبقى لسه السؤال ربنا بيسأله لنا أتحبني أكثر. يما تعرف الإجابة وتعرف تعملها تبقى أنت من ضمن الخاصة. عشان كده لما سئل بطرس أتحبني أكثر، قال له يا رب أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف كم أحبك. الأول كان بطرس الإجابة مش مظبوطة. يا بطرس أنت بتحب ربنا الأول ولا بتحب ذاتك أنك أكبر الرسل وعايز تبقى أنت اللي ظاهر فيهم؟ أنت عايز تبقى أنت الكبير وأنت اللي تشاور، ولا بتحب ربنا بالفعل وبتسيب ومشيك زي ما هو عاوز؟ في يوحنا 13 قال له يا بطرس مش هتقدر تتبعني دلوقتي، انما في يوحنا 21 قال له اتبعني الان. ربنا قال لبطرس في يوحنا 21 اتبعني الان. طب ليه يا رب ما انت في يوحنا 13 قلت له ما ينفعش تتبعني؟ قال اصله في يوحنا 13 كان لسه حبه ناقص، كان لسه محبته ناقصه، كان لسه بيحب حاجات اكتر مني، كان لسه ضعيف، كان وقف قدام جارية وانكرني، كان خايف. انما لما حسيت ان بطرس بقى واثق وحب ربنا قوي قلت له ممكن تيجي دلوقتي اتبعني الان. ربنا بيدور فين الحب. ربنا بيقول لك انت بتحبني ازاي، بتحبني ازاي وبتحبني قد ايه.
تحبني ازاي يبقى بتنفذ الوصية، وبتحبني قد ايه اكتر من اي حاجة في الدنيا. انت ماشي في دول ولا ماشي بتعرج؟ ربنا بيسألك بتحبني ازاي وبتحبني قد ايه. بتحبني عشان مصلحة ومعجزة، ولا بتحبني زي ما قال الكتاب معك لا اريد شيء على الارض؟ بتحبني عشان ادي لك اللي انت عايزه زي ما قال لهم زمان اكلتم من الخبز فشبعتم؟ بتحبني عشان تمشي وراي عشان تاخد اللي انت عايزه، ولا بتحبني عشان ملكوت السماوات، عشان انت حبتني ومش همك اتعاب الارض؟ هتشوف الام، طب ماله يا رب؟ هتشوف اتعاب وماله يا رب؟ هتشوف ضيقات وماله يا رب؟ عمر ربنا ما وعدنا بحاجة غير كده، بس في وسط وعوده بالألم والضيقة وعدنا بالرجاء وملكوت السماوات. عمره ما سابنا، عمره ما سابنا. عشان كده بولس الرسول بيقول متحيرين لكن غير متروكين. احنا بنحتار ليه يا رب كده؟ انما ربنا عمره ما سابك. بتسأله ليه يا رب الضيقة دي؟ يقول لك ما تخافش انا معاك، من يصبر الى المنتهى هذا يخلص. بضيقات كثيرة ينبغي ان تدخل ملكوت السماوات. احيانا كتير نتلخبط في محبة ربنا، احيانا كلنا بنتلخبط في محبة ربنا. هو يا رب انت بتحبنا ولا لا؟ طب لو بتحبنا ليه المشاكل اللي احنا فيها؟ ولو بتحبنا فعلا ليه الضيقات اللي احنا فيها؟ اجابات ربنا كتيرة وواضحة، واللي بيسلم لربنا حياته مش مهم ضيقة الارض، لانها تنتهي، مصيرها تنتهي زي ما قال البابا. كل الاشياء تعمل معا للخير، حتى الضيقة يا رب. ايوه، لان الضيقة يوم من الايام قربت ناس بعيدة قوي عن ربنا. الضيقة كتير خلت ناس ما تعرفش ربنا جاتله. الضيقة خلت ناس عمرها ما صلت تصلي. الضيقة خلت ناس عمرها ما تناولت واعترفت، جات تعترف وتتناول، اصله في ضيقة. فربنا عايز، ربنا احيانا يقربنا بكل الطرق. مرة يقربك بوعظة ما تستجبش، بآية ما تستجبش. ربنا يقربك بحد فقدته عزيز عندك، ممكن ما تستجيبش. ربنا يديك لسعة تجري تقول له يا رب انا محتاج لك، انا عاوزك. زمان واحد قلبه قسي قوي اسمه فرعون، ربنا حد قربه بستمية طريقة ما نفعش، ما رضيش، قلبه كان مقفول، وبعدين اداله ربنا عشان يفوق ما فقش. ربنا بيخاف علينا، ربنا بيخاف علينا. بيمسك واحد زي يهوذا يقول له يهوذا ده انت خد بالك، انت تلميذي، انا بحبك، انا خايف عليك، الذي يغمس معي في الصحفة يسلمني. خد بالك انا بنبهك زي ما نبه بطرس. ربنا قال لبطرس في مرة يوم تنكرني 3 مرات، ربنا بقول لك اهو هتنكرني. ربنا اللي بقول لك يا اخي خد بالك، يا اخي ربنا بقول لك خد بالك. زي ما يكون في سؤال في الامتحان بمسك الورقة بتحله، الراجل المراقب بيقول لك لا الحل مش ده، وانت مصر انك تحل الحل ده. يا اخي مش ده الاجابة، مش دي. ربنا بيقول لك هتنكرنا النهاردة 3 مرات، ومع ذلك بطرس مش واخد باله خالص. كان افضل لك يا بطرس تروح ما تمشيش ورا المسيح عشان ما تنكرش. كان افضل لك تقول له حاشا يا رب مش هنكرك، سامحني انا ضعيف، طب قويني. كنت تهرب بأي هروبة من الهروبات، إنما ما تفضلش وتتكابر وتتكبر وتنكر وتقع. وبعدين فاق، بكى بكاء مرا، بكى بكاء مرا. المحبة بتحب قد إيه؟ بنحب ربنا قد إيه؟ نمرة اتنين بعد المحبة، أنا خايف ليه؟ الحاجة التانية اللي بتخشني عن ان انا ابقى من خاصة ربنا الخوف. خايف، مرتعب، اصلا انا ما عملتش الوصية صح. في كل مرة اسمع عن حاجة تقلق اقلق وادوب في نفسي. ليه حبيبي؟
اصل انا صحيح بروح الكنيسه واتناول، بس انا متخاصم فلان وزعلان مع فلان، والوصيه بتقول لي وانا مش بنفذ. طب الكنيسه نمت فيك ايه؟ لما ربنا يقول لك ما تخافش انت خايف ليه؟ اساس الخوف الخطيه. ما دمت خايف يبقى داخلك في خطيه لسه ما خلصتش منها، لسه ما تخلصتش منها، لسه ما طلعتش من جواك، عشان كده انت مرعوب، زي متاسف زي اللي عامل عمله. اللي عامل عمله دايما خايف، خايف كل ما الباب يخبط، الله ده لحسن يكونوا جايين لي. كل ما واحد يبص له بص يقول الله لحسن يكون ده فاهم الموضوع. الخطيه كده، الخطيه بتكسر، الخطيه بتذل. عشان كده وانا بعيد عن ربنا مش عارف اقرب وابقى ضمن الخاصه، خوفي تعبني، خوفي، خوف من الناس، خوف ان انا ما عملت، ما ارضتش ربنا، ما ارضتوش. ده الكتاب بيقول ان ارضت الرب طرق انسان جاء على اعدائه يسلمونه. يا طب يا رب احنا فين من الوصيه؟ كلنا بنقول الوصيه صعبه، كلنا بنقول الوصيه صعبه، كلنا واقفين ازاي احب عدوي؟ ازاي يا رب تقول لي احب اعدائي؟ نبقى ملطشه في الدنيا دي. ربنا يقول لك لا حبيبي، عمرك ما تبقى ملطشه وانت بتحب، لانك بتدي درس للي قدامك، بتدي درس، بتعرفه يعني الابوه، يعني ربنا حبك وربنا مات علشانك وربنا افتداك وانت كنت ضايع وميت. انت كمان اظهر صوره المسيح اللي حبك للناس. صدقوني صدقوني، يا ناس تابت ورجعت لربنا وسألت 600 تساؤل ممكن ما تكونش الناس دي مننا. مرة من المرات كان في حادثة من الحوادث حصلت اعتقد في كنيسة في شبرا الخيمة ولا حاجة، وام طلعت على الهوى وقالت كلام ما يقولوش واحد نازل من السماء، خلت ناس كتير سألت هو الناس دي طبعها ايه. مرة مذيع من المذيعين الفطاحل طلع قال الناس دي تنتهم ايه؟ معجونين من ايه؟ شكلهم ايه؟ انت فيك ربنا والناس مش عارفة، انت فيك ربنا اللي انت مش عايز تظهر صورته للناس، خايف ليه؟ اطلع وقول وبشر وخبر كم صنع الرب بك ورحمك. خليك دايما قوي طول ما انت رافض الخطيه، طول ما الخطيه ملهاش سلطان عليك انت مش خايف. احنا مش بنخاف من الموت، ما عندناش موت، زي ما بيقول الكتاب ليس موت لعبيدك. اللي خايف من الموت، اللي الموت ما اثر فيه، اللي عنده احد احبائه انتقلوا للسماء، يطلب العزاء من ربنا. لما اشوف اللي انتقل للسماء في السماء في المجد، لما احس انه انسان كان طيب وبار وسافر السماء، طب مش احسن من الارض واتعبها؟ مش احسن من انه يقعد في الارض يتألم؟ ما المسيح بيقول له تعالى كفاياك تعب هنا وتعالى اريحك. صحيح الفراق فينا متعب، صحيح، انما الانسان اللي حياته في ربنا ما يهموش غير ان احنا نعيش مع ربنا. عشان كده مرة داود النبي بيقول ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تذوب نفسي للجلوس في حضرة الرب. عايز تقعد معاه فين يا داود؟ قال لي في أي مكان، ما دام المكان ده فيه ربنا أقعد معاه. لو هنا في الأرض أنا مبسوط بالقعدة معاه. طب ولو فوق يا داود؟ قال في السماء. ياه، ده هو ده المنى، ده هو ده اللي احنا منتظرينه، نعيش معاه. ما أحلى مساكنك، مساكن ربنا، المكان اللي بيتواجد فيه ربنا. تواجد في الأرض، هو متواجد في كل مكان. كنا معاه في الأرض بركة، كنا معاه في السماء هو ده اللي بنتمناه. الخوف، انزع الخوف من داخلك، دور في نفسك، أنا بخاف ليه؟ أنا خايف ليه؟ أنا ليه مش واثق؟ أصل جواك خطية كامنة لسه ما وصلت لهاش، خايف منها وخايف تطلعها. نمرة ثلاثة، التدقيق في حياتي. هو أنا إنسان أمين في حياتي ولا لا؟ هو إنسان أنا أمين في حياتي مدقق فيها
ولا سايب الدنيا تجري زي ما هي عايزة كده. التدقيق في كل أموري، في كل تصرفي، في كل حاجة بعملها، أنا مدقق ولا لأ؟ صدقوني المدقق في حياته بيدور على كل تصرف صغير ويحسب فيه أنا مخطئ فيه ولا لأ. المدقق كل يوم يقف آخر النهار يحاسب نفسه، وكل ما قبل ما يروح لأب اعترافه يحاسب نفسه، وقبل ما الأسبوع يخلص ويروح يتناول يوم جمعة لو كان موظف ولا حد بيحاسب نفسه. المدقق في حياته ببص للسماء وبص لجهنم، سامحوني وربنا يرحمنا كلنا، يبص للمجد في كفة وبص للجهنم في كفة تانية، وقول ياه بأنا عشان قلة تدقيقي أبيع المجد في الكفة اليمين عشان يبقى حياتي كلها بعيد عنكم في الجحيم في الكفة الشمال عشان إيه؟ التدقيق في حياتنا، مدقق في حياتي، في تصرفي، في كلامي، في فكري، أنا مدقق، إنسان مدقق. وبولس الرسول بيقول لنسلكوا بتدقيق، أسلكوا بتدقيق عشان الأبدية محتاجة منك تدقيق، محتاجة تبقى زي ما بنقول لأولادنا في امتحاناتهم، خلي حبيبي عينك وسط راسك، افهم السؤال الأول عشان تعرف تجاوب. ربنا بيقول لك كده، بقول لك خليك مدقق، افهم فين السكة اللي توصلك صح. تقول لي أصل الباب ضيق، يقول لك هو ده الباب اللي هيعديك، الضيق ده هو اللي انت هتعدي منه وتوصل. لو باب واسع كل حاجة هتخش معك، إنما لو باب ضيق مش هتخش معك غير الفضيلة اللي جواك بس توصلك لملكوت السماوات. صدقوني أقول كلمة ومحرج منكم، التدقيق حتى في ورقنا اللي بنكتبه للمسبح، وكل واحد عنده ذكرى، ربنا يدي العمر للكل. احيانا اللي عنده ذكرى تبقى ذكرى متكرره يكررها كل اسبوع ويكتب عليها كل اسبوع ذكرى سنوي، ده مش تدقيق، ده مش تدقيق. التدقيق في حياتي ان الذكرى السنويه اكتبها في ميعادها ذكرى سنويه، وعندي ورقه بكتب فيها اسم منتقل بكتبه وأبونا بيقراه سرا لأجل كثرة الأسماء، كله بيتقري، بس اللي عنده مناسبة الذكرى السنوية أو الأربعين أو تالت بنقوله جهرا، واللي ما عندوش المناسبة دي بنقوله بس سرا، وربنا بيسمع الاثنين، ربنا بيسمع الاثنين، وربنا عارف الورق اللي على المسبح وطلبات الناس ايه. احنا اللي لسه ما فهمناش ربنا صح، لسه ما فهمناهوش صح، لازم تتقال الورقه كل اسبوع، ولازم ان ما تقالتش كل اسبوع تتقال كل شهر، ولازم ما تقالتش في القداس ده تتقال في القداس اللي تحتيه واللي تحت وفي كنيسه تانيه. يا جماعه التدقيق في حياتي، التدقيق في ثقه ان انا بيني وبين الكنيسه المجاهده والكنيسه المنتصره في خط، والخط ده موجود ما تهش. الورق اللي موجود على المسبح ربنا يعلمها كويس، اذا كان ربنا يعلم ما في القلب مش هيعلم ايه اللي محطوط على المسبح. عشان كده عايزين ندقق كل تصرف. الكتاب قال علمنا كل تصرف، وبعدين قال لنا كل كلمه بطاله، كل كلمه بطاله. تقول كنت بهرج، الكتاب ما يعرفش التهريج، لانك انت لسانك طلع خطا، لسانك طلع خطأ، ومن فضلة القلب يتكلم اللسان. مفيش حاجة اسمه أنا أصلا كنت بهرج وتطلع مني غلطة زي الدبشة كده، تطلع كده الدب في اللي قدامي تجرحه، وأصلا أنا كنت بهرج. ما ينفعش. الإنسان ابن ربنا خاصة المسيح مدقق، مدقق في حياته، عارف فين الباب اللي دخله، عارف إيه الكلام اللي قوله، عارف ازاي يمتنع عن الكلام اللي يجرح الناس. خلينا مدققين. اخيرا اعرف انت مين، اعرف انت مين. مشكلتنا في حياتنا احنا مش عارفين ذواتنا كويس، مشكلة، مشكلة. انا مش عارف ان انا مين وانا ايه، انا مش عارف انا مين. انا ابن ربنا، انا ابن الملك، وابن الملك ما يتصرفش تصرفات غير تصرفات ولاد الملك، وابن الملك السماوي
اصلا سماوي. ابن الملك السماوي حياته كلها سماوية، حياة تسبيح. حياة التسبيح ما ينفعش تخش فيه يخش فيها العالم ابدا. لو انا فعلا حاسس انا ابن مين، يبقى انا عارف زي ما قال بولس الرسول: موقن بمن امنت. انا عارف انا ابن مين وامنت ازاي، والايمان اللي انا اخدته ده مدفوع في ايه، والبنوه اللي انا اخدتها دي مدفوع فيها ايه. ده مدفوع فيها دم المسيح ذاته، دم ابويا اللي نقطه الدم منه، من دمه تطهر العالم كله. بس مين استفاد بالدم ده؟ انا بقيت مسيحي ودعيت مسيحي ورسمت بالميرون والمسيح طهرني بدمه. انا عارف القيمه دي ولا بفرط فيها؟ انا بفرط فيها ولا عارفها؟ انا موقن ولا لا؟ انا موقن بمن امنت ولا لا؟ احنا في التحليل بنقول عبيدك يا رب خدام هذا اليوم، الكاهن والشمامسة والإكليروس وكل الشعب، وبنقول التحليل، وبعدين من فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من فم الاثنى عشر رسول، ومن فم نازل إله إنجيل مرقس ورسول التهجد وشهيد البطل القديس سيروس معلمنا ديسقورس، ونسمي الناس دي كلها. هل أنا على إيمان الناس دول؟ أنا بقول أنا بسلك في إيمان هؤلاء الناس، بسلك في إيمانهم. هل أنا على إيمانهم؟ النهاردة شفنا اللي حصل لواحد أجبروه إنه خلي الراجل أريوس يرجع تاني للكنيسة. هو كان بيضحك على الكنيسة، صلى هو وبطرك ومطران تاني، وطلعت الحقيقة، ظهرت الحقيقة، وأريوس حس بمغص ودخل نزلت أحشائه ومات. أنا بسلك تبع إيه؟ أنا النهاردة لما يجي واحد يقول لي تعالى أصله في فكرة اتقالت جديدة، أقول له حبيبي لا، الكنيسة بقى لها 2000 سنة ماشية، مفيش فكرة جديدة تنفع معانا. إحنا ماشيين بقى لنا 2000 سنة مش بفكر قديم، بفكر المسيح نفسه. أما نحن لنا فكر المسيح، إحنا ماشيين بفكر المسيح. تقول لي الفكرة الجديدة دي، أقول لك جت منين يا حبيبي؟ مين اللي قالك عليها؟ مين الإنسان المغرض اللي بقولك كده ولعب في دماغك؟ أصلا لو موقن بمن أمنت وما تبع الخاصة، ما اسمعش حاجة من بره الخاصة. أصلا احنا عندنا سور سياج أبويا حطينه في الحظيرة، وقال للحظيرة كنيستك هي اللي تعلمك وتتعلم في الكنيسة وتطلع منها عارف بمن آمنت، شارب الإيمان صح. إيمان الناس اللي سبقونا، الرسل والقديسين وأصار الغنم، هم دول. النهاردة لو أنا تايه، أعرف قيمتي، أعرف قيمتك، أعرف أنت مين، أعرف أنت مين، ادفع أعرف مدفوع فيك إيه وكام، أعرف دي. لو عرفت دي همشي مع المسيح. ربنا يدينا التبعية الحقيقية، يدينا نبقى ضمن الخاصة. لله المجد من الآن وإلى الأبد، أمين.